بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن بشر البحرانيون بعهد ما سموه إصلاحي سلمان بن حمد وبان خبثه واتضح وانكشف زيفه وتبينت حقيقته وعرف كل العالم سياسته، وحرب الاستنزاف لم تتوقف منذ أكثر من 3 شهور حينما هيئوا إلى سباقات الفورمولا 1 ولا حد هذه اللحظة. في كل يوم وفي كل ليلة تداهم المنازل وتقتحم القرى ويعتقل الشباب، مئات الشباب من المطاردين ومئات الشباب يرزحون في داخل معتقلات، والأحكام العدوانية تصدر ضد الشباب وضد النساء اللاتي يتم اعتقالهن ثم تعذيبهن. هذه حرب استنزافية تسير بالتوازي مع عمل سياسي يريد من خلاله هذا العمل السياسي أن يجبر البحرانيين على القبول بالتنازل في تسوية رخيصة على فتات المطالب مع العام القادم، لكن هيهات أن ينجحوا وهيهات أن تنطلي ألاعيبهم وخدائعهم وكذلك آلتهم القمعية على البحرانيين. لقد تحدث الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ عبد الهادي الخواجة والأستاذ حسن مشيمع يحذرون من مغبة أن يذهب طرف من داخل النظام الخليفي يظن ويتوهم أنه قادر على الإصلاح والتغيير، ومن يذهب في داخل النظام إنما هو الذي يتغير ولا يستطيع أن يفرض تغييرا. نحن نقول مع حرب الاستنزاف هذه ومع اعتقال الشباب ومع مطاردتهم ربما لا يجد الثوار أنفسهم إلا مضطرين بأن يفعلوا المقاومة بالقدر المتمكن وبما يستطيعونه من قوة. النظام الخليفي يريد أن يحصر الحراك في داخل القرى وأن يستنزف الطاقات الثورية وأن يلعب حرب النفس الطويل وأن يعتقل النشطاء الميدانيين في نفس الوقت الذي فيه يطارد الشباب ويستنزفهم. فبالتالي الشباب والثوار مضطرون أن يتوثبوا خارج القرى وأن يفعلوا مقاومتهم بشتى الوسائل وأن يضربوا الخليفيين حيث يحذرون، وسيفشل الخليفيون وسيفشل داعمو الخليفيين. عدد كبير من آلاف المعتصمين من الأتراك الذين يطالبون بإسقاط الطاغية أردوغان الذي دعم النظام الخليفي بالمدرعات ودعمه بمختلف الوسائل. هكذا كل من دعم النظام الخليفي ووقف مع الطغاة ومع الدكتاتوريين ضد الشعب الأعزل ستدور عليه الدوائر. في السعودية جيش الاحتلال، وفي تركيا الطاغية أردوغان، ومن دول الغرب من تآمر على شعب البحرين فإن يومه قادم لا محالة. وشعب البحرين هيهات أن يركع أو هيهات أن يتنازل أو هيهات أن يخضع أو هيهات أن يبيع دماء شهدائه أو يتخلى عن مقدساته أو يخذل تراب وطنه الذي احتل. الشباب إنما قرروا قرارهم وانطلقوا إلى الأمام ولن يتراجعوا إلا بنصر مظفر فيه يسقط النظام الخليفي ويندحر جيش الاحتلال السعودي. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله.